كيف نناقش مشروع قانون بدي ارفع صوت اليوم والحكومة تعتقل 200 شاب وبنت أردنية من بنات بلدنا؟ خصوصية شهر رمضان لدى المسلمين وأهميته لهم، بالإضافة لانتشار قصص عن اغتصاب لسيدات وإناث في غزة. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. مطالبة اليوم الشباب الأردني بضرورة دعم المقاومة ودعم صمود أهل غزة، بالإضافة إلى إيقاف الجسر البري الذي يمر من خلال الأردن لدعم الكيان. يعتدي ويسيء إلى نتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب مش مشمول بالعفو العام. نتنياهو محمي، بينما نحن لا نحمي أبنائنا.